لونها ابيض خالي كده وصغيره قوي، دي مش حقيقه. احنا بنشوفها صغيره قوي لانها بعيده جدا عن كوكب الارض، لكن النجم هي اجسام كبيره الحجم مضيئه متوهجه بتشع وحراره. طيب زي ايه؟ ايه ممكن يبسط لي الموضوع ولما اشوفه اعرف ان ده نجم؟ الشمس. والشمس هو نجم متوسط الحجم. اذا النجوم اجسام كبيره الحجم مضيئه متوهجه بتشع وحراره. طيب بتتكون من مواد ايه؟ من مواد غازيه، كلها مجموعه من الغازات. طيب زي ايه؟ زي نجم الشمس. لو جينا هنا عرضنا المجسم ده ونتخيل ان ده الشمس، الشمس نجم متوسط الحجم. ايه ده، معقوله؟ يعني في نجوم اكبر من الشمس؟ ايوه في نجوم اكبر من الشمس. وعلى فكره حجم الشمس بيساوي مليون مره من حجم كوكب الارض. اذا النجوم اجسام فضائيه، اجسام كبيره الحجم مضيئه متوهجه بتشع وحراره وبتتكون من مواد غازيه زي الشمس. واحد يجي يقول لي بما يتفسر أهمية الشمس؟ إيه هي أهمية الشمس؟ هي مصدر الضوء والحرارة على كوكبنا كوكب الأرض. طيب لو لقيت أولاد النجوم دي متجمعة جنب بعضها، طبعا هي مش بينها المسافات القريبة دي، النجوم بينها مسافات ضوئية كبيرة جدا. طيب لو لقينا تجمعات من النجوم مختلفة في الأحجام والأشكال بالمنظر ده تبقى اسمها إيه؟ اسمها مجرة. يبقى ايه هي المجرة؟ تجمعات من النجوم مختلفة في الاحجام والاشكال والانواع. طيب هل في انواع للمجرات؟ ايوه انواع المجرات، ثلاث انواع يا ولاد، بيضاوية وحلزونية وغير منتظمة. ولو شفنا الكتاب عندنا بيعرض لنا اشكال المجرات بشكل تخيلي كده للمجرات اهو. ادي انواع المجرات، عندي مجرات بيضاويه واخده الشكل البيضاوي، ومجرات حلزونيه، ومجرات غير منتظمه. دي انواع المجرات. اذا المجرات عندي ثلاث انواع، بيضاويه وحلزونيه وغير منتظمه. طب يا ترى كوكب الارض بتاعنا تبع انهي مجره من الثلاث انواع دول؟ تبع المجرات الحلزونيه. وخلي بالك مجرتنا او مجره كوكب الارض ليها اسمين، ليها اسم اسمه الدرب اللبني، وليها اسم تاني سكه التبان. طيب ليه سموها الدرب اللبني؟ لانها تشبه اللبن المسكوب على الارض، شبه اللبن اللي بيديه الارض. طب وليه سموها سكه التبانه؟ لانها تشبه التبن المتساقط على الطريق. واحد يسالني ايه هو التبن؟ القش، القش بتاع الارض. يبقى عندي مجره كوكب الارض تبع النوع الحلزوني، ليها اسمين الضرب اللبني وسكه التبانه. وخلي بالك هنا السؤال بما تفسر، وهنا برضه سؤال بما تفسر. تمام؟ أنا خدت كده النجوم، وخدت كمان أنواع المجرات، وخدت كمان إيه أسباب تسمية كل واحدة من دول ليه كوكب الأرض يسمى بالدرب اللبني، ليه يسمى كوكب الأرض بسكة التبان. تمام؟ وخدنا كمان المجرات. طيب تعالى بعد كده نتنقل على النقطة التانية وهي نقطة الكواكب. طيب النجوم بنقول هي أجسام كبيرة الحجم. الكوكب بقى، الكوكب هي اجسام اصغر نسبيا من النجوم، يعني اقل في الحجم من النجم. طيب الكواكب دي اجسام معتمه ولا اجسام مضيئه؟ اجسام معتمه. دليل على كده ان حضرتك لما الشمس بتغيب الدنيا بتضلم. اذا كوكب الارض ده كوكب، او جميع الكواكب من المجموعه الشمسيه هي كواكب معتمه، لا تشع ضوء ولا حراره. واحد يسال لا يا مس، طب ما في شمس وضوء اهو، الضوء ده جاي منين؟ ده جاي من اقرب نجم لينا وهو نجم الشمس. اذا الكواكب هي اجسام اصغر نسبيا من النجوم، وهي اجسام معتمه لا تشع ضوء ولا حراره، ولكن تستمد الحراره والضوء من اقرب نجم لها،
طيب فين كوكبنا اهو؟ كوكب الارض. يبقى عندي كوكب الارض بيدور حوالين الشمس، وقلنا كوكب الارض هو الكوكب الوحيد اللي فيه حياه يا ولاد. طيب يبقى تاني، الكواكب هي اجسام اصغر نسبيا من النجوم، معتمه لا تشع ضوء ولا حراره، ولكن تستمد الضوء والحراره من اقرب نجم لها، واقرب نجم للارض هو الشمس. طيب عدد كواكب اللي موجوده في المجموعه الشمسيه كم كوكب؟ عددهم 8. تعالوا نشوف مع بعض. عندي عطارد، عندي الزهره، عندي الارض، عندي المريخ، عندي المشتري، عندي زحل، عندي اورانوس، اورانوس اهو، وعندي نبتون. يبقى 8 كواكب بتدور حوالين الشمس. وقلنا زي ما احنا قلنا ان الثمان كواكب دي تدور في مدارات بيضاويه الشكل يا ولاد. شكل بيضاوي. طيب يعني ايه مدار او فلك؟ المسار اللي بيدور فيه الكوكب. وربنا سبحانه وتعالى خلق ان كل كوكب مسار بيدور فيه لا يمكن ينحرف عنه، لا يمين ولا يسار. وده من رحمه ربنا بينا. خلاص؟ لان لو اصطدم اي كوكب بالاخر ده هيبقى. طيب ننتقل المعلومه بعد كده نقول على الاقمار. طبعا احنا كلنا بنشوف القمر بالليل، وبنشوف القمر نضيف. دي معلومه غلط. الاقمار اجسام معتمه بتعكس ضوء الشمس الساقط عليها. القمر عليه مجموعه من الصخور، الصخور دي يعني عامله زي المرايه بتعكس ضوء الشمس الساقط عليه. طيب القمر حجمه ايه بالنسبه للنجوم والكواكب؟ هو اصغر حجما من الكواكب. يبقى القمر اصغر حجما من الكواكب، وهو جسم معتم برضه بس بيعكس ضوء الشمس الساقط عليه، وبيدور حواليه الكواكب بفعل الجاذبيه. اذا انا عندي الكواكب بتدور حوالين النجم، واللي بيدور حوالين الكوكب القمر. اذا التابع الوحيد للكواكب هي الاقمار، وتابع النجوم هي الكواكب. كلمه تابع يعني يدور حول. طيب عندي لو جالي بما تفسر، نرى القمر مضيء ليلا لانه بيعكس ضوء الشمس الساقط عليه. طيب احنا بعد كده هننتقل لجزء تاني وهو السهم. افكركم لما قلنا ان المجره تجمعات من النجوم. النجوم دي يا ولاد مختلفة في الألوان، زي ما احنا بنشوفها لون أبيض خافت كده، لأن احنا بنشوفها باللون ده لأن هي بعيدة جدا عن كوكب الأرض، لكن في الحقيقة ألوان النجوم هما لونين. النجوم لها لونين، يا إما لون أحمر، أحمر، يا إما لون أزرق. طيب إيه اختلاف ألوان النجوم ده؟ ليه النجوم لها ألوان مختلفة؟ ليه لونها احمر وليه لونها ازرق؟ قال لك تختلف الوان النجوم حسب درجه حرارتها. فعندما تكون حرارتها عاليه جدا يكون لونها ازرق، وعندما تكون حرارتها اقل يكون لونها احمر. طب بنفترض درجه حراره النجم ده زادت زياده عن الحد، ايه اللي بيحصل؟ ينفجر النجم. ينفجر. طيب هو النجم بيتكون من مواد ايه؟ مش من مواد غازيه؟ طيب لما ينفجر النجم ده ايه اللي يحصل؟ اي انفجار بينتج عنه ايه؟ بيبقى زي سحابه من الغبار كده، تمام؟ سحابه الغبار دي بسميها انا السدم. يبقى ايه هي السدم؟ تجمعات من الاجسام الغازيه، لان النجم بيتكون من مواد غازيه. بتظهر في السماء على شكل سحابه من الغبار. طيب هي ليه ظهرت السحابه دي؟ نتيجه انفجار النجم. عندي هنا سؤال، بما تفسر حدوث السدم بسبب انفجار النجوم؟ طب ما النتائج المترتبه على انفجار النجم؟ حدوث السدم. معانا دلوقتي يا ولاد اخر جزئيه في الدرس، وهي النيازك والشهب. ايه هو النيزك وايه هو الشهب؟ الاثنين يعتبروا نفس الشيء بس الاختلاف في الحجم. ايه هو النيزك؟ زي ما انتم شايفين كده هو جسم فضائي صلب كبير الحجم شويه، حجمه كبير، جسم فضائي كبير الحجم. لما بيجي
تركب الغلاف الجوي، وده يعتبر اول خط دفاع بالنسبه للارض. ليه؟ لان هو اللي بيمنع او بيحاول يمنع دخول اي جسم فضائي لكوكب الارض. طيب الجسم الفضائي كبير الحجم ده لما بيحتك بالغلاف الجوي ايه اللي بيحصل؟ تعالى كده اعمل ايدك كده، تعمل عمليه الاحتكاك. طب بص تحس دي، تحس ان حراره ايدك ارتفع، ده اللي بيحصل بالظبط. الجسم الفضائي الكبير ده لما بيحتك بالغلاف الجوي للارض درجه حرارته بتعلى، فمنه جسم كبير بينحرق، جزء منه حته منه بتتحرق. الجزء ده لو نزل على الارض يعمل حفره كبيره، حفره عميقه. ومن رحمه ربنا بينا ان النيازك بتنزل على مناطق غير مدخوله للسكان، ما فيهاش سكان. طيب يقول لك ماذا يحدث اذا سقط النيازك تحت كوكب الارض؟ يحدث حفره عميقه. نرجع تاني بنقول ان النيازك بنقول جسم فضائي صلب كبير في الحجم، لما بيحتك بغلاف الجوي للارض بيتحرق جزء، بترتفع درجه حرارته، فجزء منه بس بيتحرق. النيازك يا ولاد زي ما احنا قلنا هي اجسام فضائيه صلبه كبيره الحجم، عند احتكاكها بالغلاف الجوي للارض وهي داخله كوكب الارض تحتك بالغلاف الجوي. نتيجه سرعتها الشديده دي بيحصل ايه؟ بتحتك بالغلاف الجوي فبترتفع درجه حرارتها، فبيحترق جزء منها، جزء. الجزء ده لو دخل الغلاف، لو دخل سطح الارض او دخل جوه الارض يبقى يسمى ايه؟ نيازك. خلاص الجسم لو قال الجسم الفضائي الوحيد اللي بيخش كوكب الارض هو ايه؟ النيازك. طيب ايه بقى الشهب؟ بنقول ان الشهب برضه اجسام فضائيه صلبه، بس ايه؟ صغيره في الحجم. ونتيجه صغر حجمها ده يا ولاد لما بتدخل الغلاف الجوي تحتك بيه بتتحرق كليا، فما بتخشش جوه كوكب او بتخش جوه الارض. يبقى لو ما بتحترق كليا يبقى تسمى ايه؟ شهب. طب لو احترقت جزئيا ميزه. طيب في بعض الكتب كاتبه بما تفسر يحترق النيزك جزئيا ويحترق الشوك كليا. النيزك يحترق جزئيا نتيجه لكبر حجمه، اما الشوك يحترق كليا نتيجه لصغر حجمه. وطبعا الشوك لما بتتحرق كليا بتظهر في السماء على شكل سهام ضوئي. شكرا جدا يا ولاد، نلتقي ان شاء الله في درس قادم ان شاء الله.